السلام عليكم وأهلا بكم. قطار سيمينز فائق السرعة هو أهم مشروع مصر بتنفذه حاليا بقطاع السكة الحديد، لأنه هيكون أسرع وأحدث قطر بيربط شرق مصر بغربها وشمالها بجنوبها بإجمالي أطوال 2000 كيلومتر. سرعة القطر القصوى بتوصل ل 300 كيلومتر في الساعة، أما السرعة التشغيلية فهتكون 250 كيلومتر في الساعة. هيشتغل 3 نسخ من القطر بسرعات مختلفة، وكل قطر بيكون سرعته حسب منطقة عمله. بفيديو النهاردة هنشوف مسار القطر السريع ومحطاته، سواء بخط العين السخنة العلمين أو خط الصعيد أكتوبر أسوان. كمان هنشوف آخر تطورات العمل على أرض الواقع. تعالوا نشوف الفيديو. هنبدأ كلامنا بقطاع حدائق أكتوبر. أهمية القطاع ده بالذات إنه هيكون نقطة لربط خطوط السكة الحديد السريعة من خلال محطة حدائق أكتوبر. أهمية المحطة إنها هتكون محطة تبادلية، هيلتقي فيها القطر السريع اللي رايح العين السخنة العلمين والقطر السريع اللي رايح من أكتوبر لأسوان، يعني محطة بتربط الشرق بالغرب والشمال بالجنوب. هنا بيتعمل قواعد الكوبري اللي هيشتغل عليه قطر الخط التاني، بمعنى إن قطر أكتوبر أسوان في منطقة حدائق أكتوبر هيكون مساره علوي، أما قطر المرحلة الأولى العين السخنة العلمين في نفس المكان هيكون سطحي. مسار قطر المرحلة الأولى اللي رايح من العين السخنة للعلمين هيبدأ من العين السخنة على البحر الأحمر مرورا بالعاصمة الإدارية جنوب القاهرة أكتوبر، بعد كده بيتجه لمحور الضبعة وادي النطرون برج العرب والعلمين على البحر المتوسط. أما بالنسبة لمسار قطر المرحلة الثانية أكتوبر أسوان فهيبدأ من أكتوبر مرورا بشمال الفيوم بني سويف المنيا أسيوط سوهاج إنا الأقصر وأخيرا أسوان، ودي هتكون المحطات بتاعته. القطر السريع زي ما قلنا هيكون متوفر فيه 3 أنواع. أول نوعين هما قطارات لنقل الركاب بتختلف سرعتهم حسب المحطات. المسار بيشمل محطات سريعة ومحطات إقليمية. المحطات السريعة بتكون سرعة القطر فيها 250 كيلومتر في الساعة، أما المحطات الإقليمية فهيكون سرعة القطر فيها 160 كيلومتر في الساعة. القطار الثالث هو قطار نقل البضائع، وده قطار كهربائي سريع هيربط مواني العين السخنة بالعلمين وهيكون سرعته 120 كيلومتر في الساعة، وزي ما احنا شايفين دي أعمال مسار القطر من داخل ميناء العين السخنة. القطر السريع هيختصر وقت كبير جدا، فهنلاقي الرحلة من القاهرة اسكندرية هتاخد 45 دقيقة بس، من القاهرة لمطروح 3 ساعات، ومن القاهرة لأسوان 4 ساعات، ومن القاهرة للغردقة أقل من ساعتين. ودلوقتي تعالوا نشوف أعمال مسار القطر السريع في أكتر من مكان في نفس الوقت. Yeah.